شريف اقتراب عوده عبد القادر الحقيقه بعد تالقه وكان واحد من اهم مفاتيح لعب في الفتره الاخيره واعتقد ان وجوده هيكون ورقه رابحه سواء كان بيفكر فيه كولر كاساسي او حتى كان على يعني دكه البدلاء اعتقد واحد من اللعيبه اللي جماهير النادي الاهلي عندها الثقه انه يقدر ينزل في اي وقت يغير سير المباراه. دي طيب خليني خليني اطمن منك الاول رؤيتك على المرحله مش عايز بس يعني طبعا امبارح انا بشوف انه اعلى كيرف مستوى اداء النادي الاهلي بعيدا عن الرباعيه مش بتكلم بس على مستوى النتائج لكن بتكلم على مستوى الاداء على مستوى الروح على مستوى الانتشارات والثقه حسيت انه الاهلي رجع قوي مبقى يعني صحيح قدم ماتشين كويسين قدام الجونه والاسماعيلي جاب فيهم السته بونت لكن امبارح كان الغزاله رايقه زي ما بيقولوا. حصل دي حقيقه. لان بعد مباراه الزمالك والهزيمه في الديربي رغم ان كان في غيابات كتيرة عند الاهلي ورغم ان الاهلي في الشوط الثاني في مباراه الديربي قدام الزمالك كان الافضل وكان متسيد للمباراه ولكننا كلنا طلعنا وهاجمنا مرسل كولر على على التشكيل او على طريقه اللعب الموضوع تطور لان في مرحله شك كده نوعا ما بتوصل لها اي فرقه في العالم في وقت من الاوقات في السيزون المرحله دي لما الفريق بيخشها ويطول فيها بتحس ان الدنيا كلها بتتبخر حقيقة. لكن لا هو الراجل قدر ان هو يعيد ترتيب البيت من جديد بشكل صحيح. سريع جدا وكان رغم انه رغم انه كان بيعاني كان اصلا المباراه اللي بعدها مازيمبي اه وكان بيعاني كمان من غيابات غيابات كنت وانت بتلعب بالظبط ست سبعه لعيبه كلهم وكان حتى اللي جاهز مش يعني حتى اللي رجع من اصابات ما كانش فت في 100% في صحيح آه ابرزهم كان اكيد مروان عطيه انت بتلعب قدام مازيمبي باكرم توفيق لاول مره كلاعب ارتكاز صحيح من اول من طبعا حصل في كاس العالم للانديه كويس انه لعبه كده الحقيقه لانه قدم اكرم جاب مستواه في الماتشين دول بشكل عالمي دي حاجه تحسب لمارسيل كولر انه قدر انه في خلال ماتشات الدوري قدر ان هو يعمل الروتيشن بشكل ممتاز بشكل ممتاز وانا اعني الكلمه بشكل سواء على مستوى اللعيبه اللي بتخش القايمه سواء على مستوى اللعيبه اللي بتاخد عدد قليل من الدقائق سواء على مستوى اللعيبه اللي بتشارك اساسيه شفنا محمود متولي المباراه اللي فاتت شاركها اساسيا خد افضل لاعب في المباراه ما اوف ذا شفنا عمر كمال عبد الواحد في الماتشين اللي لعبهم مره باك يمين لا مرة أنا, و... انا انا في الباكي اليمين ما استغربش لكن استغربها في استغرب الشمال, في الشمال افضل لاعب في, في المباراه دي, دي ويجيب ضربه جزاء ويسجل هدف, هدف عالمي, هدف عالمي. بالظبط دي يعني حاجه تحسب في كولر الحقيقه آه. الراجل لعمر كمال برده طبعا يعني ممكن طبعاً. حد في في الحته دي يقول لك ده مش مركزي انا العب على قد المطلوب مني وامن من نفسي و... بالزبط. لكن هو قدم جيم حقيقه امبارح عمر كمال آه دي دي دي, دي. تدل اللعيبه الجوكر ده ما بقاش موجود بقاله كتير يا احمد كمال في الكره المصريه لو نفتكر عمر كمال بدايته يعني اصلا ولقطه على الشاشه كده هرجع للجوكر دي العقل ولا القوه يعني 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 الجول بص 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 حطت رضا سليم بالعقل مجد سليمان بيتفرج عليها يا يعني بيستمتع بيها زي ما احنا بنستمتع بالظبط ولا ولا الصاروخ دنت المدفع دي اللي ما شفتهاش من ايام ابو الذهب وسمير كمونه حصل بس انا انا بميل شويه للعقل طبعا بتميل يعني العقل. كره القدم تلعب بالعقل اه يعني زي ما بيرلو قالها قبل كده أنا القدم مجرد ادوات بس لكن ساعات ساعات ده المدفع دي يعني بتخلص تخيل تقول لك الله ايه خلص ده خلص في اي آه وقت سيد عبد الحفيظ طبعا يعني بذكر طبعًا. الشيء بالشيء كابتن سيد في الترجي التونسي طبعا في مرمى الترجي في سيمي فاينل طم... افريقيا 18 18 18 11 2001 2001 الماتش ده بالذات يعني اسالني في اي تواريخ اه ما 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 اجيبلكش تواريخ اقول لك ممكن سنه كذا مم. لكن الماتش ده 18 11 2001 ما بنساهوش ابدا هو نوفمبر كان شهر خير دايما وكانت فرحه برده وجون احنا خدنا البطوله من الماتش ده آه آه مش ماتش سان داونز بالظبط دي حقيقه استاد المنزه ساعتها فرجعنا بالظبط مش في استاد المنزه فده الهدفين بصراحه سواء هدف عمر او سواء هدف رضا الاثنين آه انت شفت فيهم سواء يعني ارجع كمان سنه بالظبط الهدف كهربا كمان في الهلال السوداني, السوداني اللي خد افضل هدف في, في, افريقيا, في أفريقيا. ده يدل على ان اللعيب لما بيكون انت بدات الكلام وقلت ايه الغزاله كانت رايقه اللعيب لما بيكون باله رايق هيعرف يطلع كل اللي عنده، لكن طول ما اللعيب مضغوط، طول ما اللعيب بيحس بضغوطات خارجيه او داخليه عليه، طول ما اللعيب المدير الفني كمان اللي عامل اساسي ان المدرب لما بينزل مثلا واحد زي عمر كمال بيلعب باك ليفت وده مش مركزه، صحيح. لو نرجع لعمر من البدايه هو اصلا اساسه لما كان في المصري جناح جناح يمين تطور مع مر... مع كارلوس كيرش وبطوله امم افريقيا ولعب باك وبعد كده يعني عانينا كمان في النهايه لما لعب امام عاشور على ساديو, ساديو ماني وقدم برضه مباراه كبيره لكن عمر تطور في الباك رايت كم زوكر في الاهلي عندنا من وجهه نظر؟ كم لا. لعيب يجيد اللعب في اكتر من مركز؟ يعني انا اعتقد عندنا اكرم مم. عندنا عمر رامي ربيعه كمان اساسه اصلا كان ارتكاز هو بيلعب مساك محمود متولي أيه. نفس الكلام كريم فؤاد يلعب باك رايت ويلعب جناح في نفس الوقت مم. دي والجواكر بقى اللي في الـ في الـ في ناحيه الاجنحه احنا عندنا رضا يقدر يلعب يمين وشمال جايب امبارح جون وهو بيلعب يمين وهو اصلا اساسه كان كان جناح شمال اساسه مع الاهلي شمال بس اساسه مع الجيش الملكي الجيش الملكي كان يمين اه بالظبط لان كان احنا جايبينه انا حابب جدا رضا في اليمين بصراحه يعني آه. اتمنى يجيب مستواه بسرعه قبل والحقيقه قدم مستوى كويس امبارح في ماتش يعني لغايه تغييره وب... من مستر كولر قدم, جزء من رضا ستيم اللي بدا مع الاهلي دي حقيقه و... ورغم كده كمان والجون ده هيديله برده بوش لعيب لما بالزبط. بيسجل انا شفتها بره آه. يعني انا وانا بشوف الكوره وهي طالعه من رجله مم. انا شايفها بره حسيتها مش في الجون اه في بح... وبعدين لقيت كمان المهدي ما طرش طب آه. ببص على الكوره لقيت لا الكوره في الشبكه آه. هو ثبت لكن... ال... الملعب كله ثبت الملعب كله لكن مم. دي بصراحه انا وهي الكوره خارجه من 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 وش رجل عمر التكنيك اللي